بعد هالغرائب رح نروح لشي كتير حلو مميز اليوم كمان بصباحنا، مثل ما تعودنا دائما نحكي عن جمال الأنثى رقتها، ولكن أكيد هذا الشيء ما بيوقف عائق أمام قوتها صلابتها وطموحها. ضيفتنا لليوم رياضية تميزت بالمبارزة الأنثوية واستطاعت أنه تحقق ميداليات هامة بهذا المجال. عن المبارزة الأنثوية بهذا المجال الرياضي اللي ممكن يشكل تحدي أمام رقة الأنثى ولطفة، رح نحكي مع ضيفتنا لاعبة منتخب سوريا للمبارزة نجلاء الشرقي، رح نتعرف أكثر عليها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اليوم يمكن عم نحكي عن نوع من الرياضات يلي شوي نادره عند الاناث، فخلينا نعرف سبب اختيارك لها بالبدايه. هلا بصراحه هي لعبه جديده على سوريا، دخلت بال 2008. انا كنت لعبت كره يد بنادي الشرطه، فبالنادي اجوا ليختاروا لعبات وانا حبيت جرب، كنت من اللاعبين اللي اختارون لحتى يجربوا هي اللعبه. أكيد. خلينا نحكي نجلة، يعني بداية بلشتي بلعب كرة اليد وبعدين انتقلتي لشي تاني، خلينا نحكي عن البدايات، كيف بلشتي من شي لشي لحتى وصلنا للمبارزة؟ هلأ بدايتي كانت بالبطولات المدرسية، كنت شارك مع منتخب المدارس، بعدين انتقلت لنادي الشرطة بكرة اليد مثل ما قلت لك، اجوا اختاروا بعدين للمبارزة لعبات وكنت أنا من ضمن اللي اختارون. يعني بيقولوا كل الرياضة يمكن هي بتضيف لشخصية الرياضي أو الشخص اللي عم يمارس هاي الرياضة. بلشنا بكرة اليد عفوا وانتقلنا للمبارزة، شو أضافت لك المبارزة سواء من شخصيتك أو حتى بحياتك؟ هلأ هي اختلفت معي كونها لعبة فردية، فبتخليكي تحملي مسؤولية أكثر، بتعطيكي قوة وبتقوي لك شخصيتك أكيد. نجلة، يعني عم نشوف مشاهد هلأ ونحن عم نحكي، لا طبعا فيديو من الفيديوهات لإلك. هلأ طبعا أول شيء مو مبين معي مين أنت فيها، لأنه اللباس بشكل عام بيخفي شكل اللاعب، فبيكون قدامنا اثنين مبارزين. خلينا نحكي أكثر عن المبارزة الأنثوية بحد ذاتها، حمل السلاح، هذا اللباس، الشكل كله اللي هو أنت بتختلفي فيه عن وجودك، وحتى اللي قدامك ما بيكون شايف لا تعبير وشك لا شايف قوتك، كيف بيتعامل المبارز؟ هلأ هو الإحساس أكثر بيكون بالسيف، أنت أبداً ما بتكوني عم تطلعي على اللاعب، كل إحساسك بسيفه، على الحركة تبع اللاعب، على تنقلاته على الملعب. لبس المبارزة كثير حلو، بيحمي أكيد، يعني هو ضروري وحتماً ما فيك تلعبي بدون هذا اللبس، وإجبار يعني أي حدا بده يلعب مبارزة إن كان ماسك أو بالتدريب أو هاي، كل شيء لازم تكوني لابسة، يعني ما فيك تستغني عنه أبدا. خلينا نحكي عن أبرز المباريات يلي حصلتي فيها نتائج كتير حلوة، وشو كانت أبرز التعليقات من الناس اللي حواليك سواء من الصبايا أو حتى الشباب؟ هلأ شاركت بكتير بطولات عربية وبطولات غرب آسيا وبطولات آسيا، أهم كان بطولة العرب بالكويت، أخذ ذهبية بطولة العرب، وأخذنا بالفرق أنا وأفروديت أحمد وماري علي كمان ميدالية ذهبية. آخر مشاركة كانت بروسيا ببطولة كازان، أخذت مركز ثالث من أصل 30 لعبة. نجلة اللي عن جد اللي بيقعد معك هيك بحس انه قدامه انثى رقيقة جميلة لطيفة، اللي بيشوفك وانت عم تلعبي المبارزة بيشوف انثى اخرى خلص تماما، بس نحط الماسك بننسى كل بتنسي كل شيء. طيب خلينا نحكي عن هي المفارقة، اليوم اي رياضي لما بيكون بساحة اللعب اللي هو عم يلعب فيها بيكون امام تحدي، تحدي النجاح، تحدي الفوز، انت شاركتي مثل ما قلتي يمكن كنتي اول من حقق ميداليه لسوريا بتاريخ البطولات العربيه، نحكي عن هذا الشعور والمسؤوليه اللي بتتضاعف وخصوصا لما بنقول مرأة. هلا تماما، انا اول ميداليه لسوريا حققتها بال 2009 ببطوله عربيه كانت بقطر. نحن دائما اول شيء بنفكر فيه هو انه نرفع علم بلدنا، فهذا الهدف دائما كنا حاطينه قدامنا، لهيك يعني دائما بنلاقي انه عم نتوفق ونجيب نتائج حلوه. خلينا نحكي عن صعوبات هي الرياضه بشكل مفصل وبالنسبه للانثى بالتحديد. هلا هي ما فيها اي صعوبات، كل العالم بتفكر انه هي لعبه خشنه او خطره، بالعكس هي في لباس بيحمي. هلا ممكن انه شوي العوائق انه بيكون في احيانا اذا اللي عم تلعبي معه لاعب عنيف في شويه كدمات على الجسم، بس بتروح فورا.
هذا اللي كان بدي اسالك عنه. لما بنسمع مثلا شخص بيلعب بالسباحه فبيقولوا مثلا بيحتاج لشيء معين او تدريب معين، شخص بالمبارزه في شغلات، وخصوصا لما بنيجي للانثى بيقول مثلا هي اللعبه مضطر ما كثير مثلا تطول اظافرها، هي اللعبه مثلا بتقص شعرها كثير مشان تكون مرتاحه اكثر بالتمرين. في شيء غير من طبيعتك كأنثى واهتمامك بنفسك بهي الرياضة ولا لا ما في فرق؟ لا ابدا، يعني دائما في فصل. هلا ممكن مثل ما قلتي بكرة اليد انه قصوا اظافركم هي، اما بالمبارزة يعني ما في اي مشكلة، ما في، لانه في اساسا لباس. تماما، في لباس بيحمي وما في اي عوائق ابدا. بس هي مثل اي رياضة بحاجة للياقة بدنية عالية، بحاجة لسرعة رشاقة، واكيد الطول بيساعد فيها كثير. طيب إذا نحكي اليوم عن هاي الرياضة اللي وصفتيها، طبعا إنه هي رياضة جديدة وممكن ما إلها سنوات كتير طويلة، فخلينا نحكي عن واقع هاي الرياضة بالتحديد اليوم بسوريا، كيف عم بتلاقي؟ هلأ هي من أقدم الرياضات الأولمبية بس هي جديدة عنا بسوريا. اليوم أنا بشوف إنه واقع المبارزة بسوريا هو الأفضل بوجود الأستاذ فراس معلى رئيس الاتحاد الرياضي، كتير عم يحاول يدعم هاي الرياضات، عم يدعمنا من حيث تجهيزات أو معسكرات خارجية بأي شيء بنحتاجه، فأنا بشوف إنه المبارزة الأفضل. يعني كنا عم نشوف هلا قبل شوي كان عطينا الاستاذ سامر مشاهد لك وانت عم طبعا باحد المسابقات بالمبارزه اليوم، قد ايه كمان هذا الشيء بياثر على شخصيتك؟ تحسي في حدا مثلا ممكن يقول لا بخاف قرب عليها انه عم تتدرب على السلاح او شيء، ولا لا عادي؟ هلا كثير بتعرض لهالموقف انه بس يسمعوا انه مبارزه انه لا هلا بتقتلينا. ايه بس لا، هي ابدا ما انا هيك، هي لعبه فنياتها كثير عاليه وبدها اكيد ذكاء وسرعه ورشاقه، هي مثل اي رياضه، بس انه يمكن مفهوم السيف شوي بيخلي العالم تفكر انه هي لعبه. بس المحيط شو كانت تعليقاته، من كان اهل رفقات، كيف كانت تعليقاتهم على هاي الرياضة؟ هلأ كتير بيحبوا، يعني خصوصي أهلي كتير بيشجعوني، ومو بس أنا، كانت أختي كمان تلعب معي، وفي عندي أخي كمان كان يلعب معي، يعني كلهم العائلة معي. كل العائلة مبارزة. نوجه لهم تحية أكيد، نقول لهم يسعد صباحكم، والتشجيع يمكن فرح كتير مهم وأساسي لأي مبدع، لأي لاعب، لأي هاوي، إذا ما كان في تشجيع حواليه من أهله ومن رفقاته يمكن هاد بيوقف قدامه شوي عائق، بيخليه يكون متضايق. أيه أكيد. أما لما بيكون في تشجيع بيخليه لسه يتحفز أكثر، إنه أنا بدي يكون قد هاي الثقة. نوجه لك أنت قد هالثقة، ومثل ما شفنا عندك ميداليات كتيرة. خلينا نحكي عن علاقة الأنثى بالرياضة بشكل عام، قد ايه بتغير نمط حياتك؟ قد ايه بيأثر؟ شو بتدرسي نجلة؟ في دراسة إلى جانب ولا هي هواية؟ درست رياضة كمان. درستي رياضة كمان. هي يعني المبارزة، يعني قيمك على المبارزة أي رياضة، أنت بحاجة، الفتاة بحاجة للرياضة، يعني سواء مبارزة أو غير مبارزة هي ضرورة لأي فتاة، يعني يعني إن كان لجسمها لصحتها، فيعني أنا بشجع أكيد على كل الرياضات. إذا بنحكي عن المستقبل، ممكن ترجعي شوي لكرة اليد بالإضافة للمبارزة، ويمكن تبدعي بالتنتين او لا بخلص تخصصتي بالمبارزه؟ هلا انا اكيد كملت بالاثنين، واكيد هلا مثلا مبارزه ممكن افكر بس وقف لعب اني بلش تدريب، درب اولاد صغار، يعني اكيد ما رح وقف هون، اكيد يعني ممكن بس خلص لعب اني كمل بالتدريب. كثير حلو. يعني نحن كثير كنا سعيدين بوجودك معنا، وبنتمنى هيك كثير دائما يكون في عنا تجارب مميزه لسيدات بسوريا، يكون لهم تجارب ما يوقفوا، يعني حتى الرياضه بتقدري تتميزي فيها ويكون لك بصمه لإلك وبصمه كمان لبلدك. شكرا لك. شكرا. اكيد نقول لك شكرا كثير، نتمنى لك كل التوفيق بكل هاي المسيره المميزه اذا بدنا نقول. سلمى اكيد فرح.